مسكوا الختام لو تعلمون عظيم، ولكن الفقرة اللي هنختم بها هي باكورة بحوث إدارة المياه في مصر، معهد بحوث الهيدروليكا الذي أنشئ عام 1947 في نفس تاريخ إرساء حجر أساس القناطر الخيرية في حكم محمد علي باشا والي مصر الذي حكم مصر سنة 1805. يسعدني في هذه الفقرة الأخيرة أن ألتقي الأستاذ الدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ليسلط الضوء على دور هذا المركز في إدارة منظومة مياه مصر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. ممكن حضرتك في عجالة تعرفني ما هو معهد بحوث الهيدروليك ودوره إيه في إدارة في منظومة إدارة المياه بشكل عام؟ أولا احنا تشرفنا بوجود حضراتكم معنا النهاردة. الله يخليك. أسعدتونا بوجودكم. احنا معهد بحوث الهيدروليكا هو أحد المعاهد البحثية تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه اللي بيتكون من 12 معهد، واحنا مخصصين بالهندسة الهيدروليكية وهي خاصة بدراسات حركة المياه في الأنهار والترع الرئيسية. والمعهد بيتميز بحل المشاكل الهيدروليكية اللي موجودة على نهر النيل عن طريق عمل نماذج، سواء نماذج طبيعية أو نماذج حسابية، وده من الهدف الرئيسي للمعهد، بالإضافة إلى قيام المعهد بمعايرة جميع محطات الترمبات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية خاصة بوزارة الري، وكمان الأعمال المساحية اللي ممكن يقوم بها رفع هيدروغرافي لنهر النيل والترع الرئيسية في مصر والرياحات. أحب أتكلم النهاردة على الجزئية الخاصة بقيام المعهد بإنشاء نماذج لحل المشاكل الرئيسية والمشروعات القومية اللي بتنفذ في البلاد. وسبق للمعهد إن عمل دراسات لقناطر أسيوط اللي افتتحها سيادة الرئيس منذ حوالي عامين، وبتقوم دراسات لقناطر ديروت، وحاليا المعهد بيقوم بإجراء الدراسات الهيدروليكية لإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة. يعني إيه بقى مدينة بورسعيد الجديدة؟ هتعملوها إزاي في البحر؟ والله مع القيادة السياسية وفي عدة توجيهات إن إحنا ندرس إزاي. حضرتك عارف إن جميع المحافظات لها ظهير صحراوي ما عدا محافظة بورسعيد أو حتى ظهير زراعي، بورسعيد محدودة، قناة السويس وبحيرة المنزلة وبحر المتوسط الشمال. فعشان كده الدولة فكرت إن إحنا نوسع مدينة بورسعيد عن طريق إن إحنا نتمدد في البحر، امتداد في البحر، نعمل حاجز أمواج ونرد من المنطقة خلف حاجز الأمواج، نكون شط خلف حاجز الأمواج، وبعد كده هننشئ المدينة بطول 2 كيلو في 6 كيلو حوالي 12 كيلو متر مربع لإنشاء مدينة على أعلى مستوى من مدن الجيل الرابع، زي توجه الدولة دلوقتي إنشاء مدن جديدة تستوعب الكثافة السكانية اللي موجودة في البلد وتنمية البلد. فالحمد لله بدأنا في الدراسات هنا مباشرة عقب يعني توجيهات سيادة الرئيس وسيادة معالي رئيس الوزراء، وفعلا تم انشاء نموذج طبيعي في المعهد ان شاء الله حضرتك تشوفوه دلوقتي، هنصوره طبعا ويعرض معانا. انشأنا النموذج وجاري حاليا اجراء الاختبارات الهيدروليكيه لحالات السريان المختلفه والحواجز برضو على مناسيب مختلفه لل النموذج ده. ايه الهدف منه يا دكتور؟ النموذج البحث ده الهدف منه ايه؟ يعني قياس مستوى النهر الاستابيلتي او ثبات التربه في المكان اللي هتقام عليه المباني والانشاءات، مش كده؟ تمام. وطبعا احنا لما هنعمل ردم للساحل بتاع بورسعيد للكميه كبيره من الرمال، متوقع ان لو ما فيش حاجز امواج يمنع الكلام ده، ميه البحر مع الموج هتسحب الرمل ده تاني. نعم. فاحنا بنعمل حاجز الامواج علشان يمنع حركه الرمل انها تسحب الرمل تاني للبحر، وبنفس الوقت نتاكد للخواص الميه من الناحيه البيئيه والناحيه الهيدروليكيه، نحافظ على المنشا ان هو يبقى في استدامه ما يحصلوش اي انهيار او اي مشاكل تحصل للمشروع في المستقبل. ومع الوضع في الاعتبار ان يبقى ايضا بعد الكلام ده فيه شاطئ طبعا، مش كده؟ خلف الحاجز مباشره، الحاجز ده بيبدا من منسوب ناقص 8
في هنكون شاطئ بطول 800 متر، بعد كده تبدا المنطقه اللي هيحصل فيها ردم للرمال وهنكون عليها مدينه بورسعيد اللي هم 2 كيلو في 6 كيلو تمام 6 كيلو طول واجهه المدينه 2 كيلو عمق 2 كيلو عمق تمام. طيب ايه النماذج الثانيه حضرتك اللي المعهد نجح في انه يقدمها لاداره الري في مصر؟ طبعا الحمد لله المعهد ليه سمعه طيبه جدا، جميع المشروعات القوميه اللي بتم انشائها في البلاد المعهد ليه دور كبير في دراستها. حاليا احنا شغالين في محطه المعالجه اللي هي بتاخد مياه من مصر في بحر البقر بمقدار 5 مليون متر مكعب في اليوم، وهيتم نقلها لشرق قناه السويس في شمال سيناء، وانشاء محطه معالجه للميه دي تتعالج ونستخدمها في الزراعه في سيناء. الدراسات بتاعتها كلها بنعملها هنا في المعهد، دراسات رياضيه، وبرضو مشروع قناطر اسيوط تم دراسته بالكامل هنا ومراحل التنفيذ في الطبيعه. حاليا برضو قناطر ديروط تم دراستها، وحالات نطمن ان التوزيعات القناطر ديروط دي من القناطر مهمه جدا في الصعيد، لانها بتتحكم في حوالي 20% من الميه من حصه مصر، وعشان كده هي بتغذي محافظات المنيا واسيوط والفيوم في بحر يوسف وغيرها وغيرها من ترعه الابراهيميه اللي بتاخد من امام قناطر اسيوط، وبالتالي فدراستها هنا كانت مهمه جدا عشان تتنفذ بصوره مظبوطه في الطبيعه. هل لكم علاقة بأمور بأبحاث تتعلق بسد النهضة أو بالقناطر الخيرية أو بالسد العالي أو بسد أسوان؟ كافة يعني هنا المعهد بيتعامل مع كافة المشروعات القومية، كافة الدراسات بنقوم بيها هنا في المعهد، كل الأبحاث الخاصة بالمشروعات دي طالعة من هنا فيما يتعلق بالجزء الخاص بينا. يعني طبعا حضرتك عارف في معاهد متعدده انا بتكلم على الهيدروليك اللي هي حركه كل الماء، كل ما هو في مجال الهيدروليكا بيتم الاعتماد على المعهد في اجراء الدراسات هنا، وان المعهد هنا في باحثين على مستويات عاليه. كم باحث يا دكتور في المعهد؟ قوه ال حوالي 35 باحث ومهندس حاصلين على اعلى الدرجات العلميه من الجامعات المصريه والجامعات الامريكيه والاوروبيه واليابان، فالناس قادرين عندهم المقدرة ان هم يعملوا الابحاث على مستوى عالي يضارع الدراسات في الخارج، لدرجة ان احنا في تعاون ما بيننا وبين هولندا ان يعملوا بعض التجارب عندنا هنا، لما لقوا مستوى الباحثين في المعهد مستوى ممتاز طلبوا مننا نعمل لهم دراسات لهولندا تعمل هنا في المعهد. الحمد لله هولندا طلبت من معهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري المصرية ان هم يعملوا تجارب هنا، يعني بيتاسوا بينا، يعني بيشوفوا احنا بنعمل ايه وجايين يتعلموا مننا علشان يقلدونا. وزي ما قلت لكم دي فقره كانت تستاهل ان تكون مسك الختام في حلقتنا هذه. حضرات الساده المشاهدين، يطيب لي ان اشكركم جميعا على حسن المتابعه، والشكر موصول للسيد الاستاذ الدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليك. أشكر حضرتك يا دكتور. شكرا يا فندم، ألف شكر لحضرتك. الله يبارك في حضرتك. حضرات السادة المشاهدين، إن شاء الله مصر بخير طول ما إحنا عندنا إدارة لكل قطرة مية. فعلا قطرة الماء تساوي حياة. تصبحون على حياة سعيدة وتصبحون على ألف خير. نراكم في الأسبوع المقبل.